تجديد مصري روسي على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يطلق قافلة مساعدات جديدة لغزة تتضمن أكثر من 2400 طن من المواد الإغاثية. الأمم المتحدة تعبر عن قلقها لتصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة وتطالب الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن دعم هجمات المستوطنين. ثالثة عصرا الواحدة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم عبر شاشة إكسترا نيوز من القاهرة. مرحبا بكم مشاهدينا، تحياتي البداية مع سمر الزهيري. إليك يا سمر. شكرا لك رغدة، أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، والبداية مع جهود مصر لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. حرصت جدا، مش أنا بس، أنا وكل المصريين، على ان احنا نخفف ما امكن على اشقائنا في قطاع غزة. احنا من اول يوم وحتى من قبل كده كنا حريصين جدا جدا على ان المنفذ بتاع رفح يبقى فرصة، يبقى سبيل، يبقى مسار لتقديم المساعدات وايضا لاغاثة اللي مطلوب اغاثته. أكد إن إحنا مستمرين وحنستمر في الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية حتى نصل إن شاء الله إلى دولة فلسطينية على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي سيرجي نارشكين رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية والوفد المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح أن الاجتماع تناول تطورات الأوضاع الإقليمية وعلى رأسها سبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط في ظل الأزمة في قطاع غزة وما تشهده المنطقة من تصعيد للتوتر الإقليمي. هذا إلى جانب التطرق لعدد من القضايا الإفريقية وملفات مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع الدولية لا سيما في أوكرانيا وأفغانستان. هذا وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع بالمنطقة، مع تأكيد رؤية مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية، مع التجديد على أهمية التوصيل والتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. هذا وقد تم تأكيد الحرص في هذا الصدد على استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين في مختلف الملفات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين في ضوء ما يجمعهما من علاقات تاريخية متميزة. أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة الثانية من القافلة السادسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في قطاع غزة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لفلسطين. تتضمن القافلة أكثر من 126 قاطرة محملة بأكثر من 2400 طن من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمياه المعدنية والمراتب والخيام والبطاطين والملابس، حيث شملت أكثر من 2067 طنا من المواد الغذائية ونحو 64 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى أكثر من 21 طنا من الملابس والبطاطين وأكثر من 20 طنا من الخيام والمراتب ونحو 185 طنا من المياه المعدنية. يشارك أيضا في القافلة كيانات ومؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك لدعم الأشقاء في غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الآلاف من الضحايا والمصابين.
النهارده بالتحالف الوطني بيطلق المرحله الثانيه من القافله السادسه لاشقائنا في غزه. المرحله الثانيه مكونه من 126 قاطره محمله بمواد غذائيه وطبيه ومياه وملابس وبطاطين وخيام ومراتب، حوالي 2064 طن مواد غذائيه و185 طن مياه معدنيه و20 طن ملابس وبطاطين و20 طن خيام ومراتب و64 طن مواد طبيه. المرحله الاولى كانت اكثر من 4000 طن، والنهارده بنتكلم في اكثر من 2400، يعني حوالي 6400 طن. المرحله الاولى كان غالبا برضو اكثر من 260 قاطره، والنهارده معانا 126، يعني حوالي ما يقارب ال 400 قاطره يعني لاشقائنا في غزه. احنا النهارده موجودين تحت مظله التحالف الوطني في المرحله الثانيه في القافله السادسه. المرحله الثانيه في القافله السادسه بتتضمن 126 تريلا. بنك الطعام المصري بيشارك ب 40 تريلا منها. مشاركه بنك الطعام المصري 34 تريلا، محملين كل تريلا منهم 1200 طرد مواد غذائيه، وست تريلات محملين بدقيق ورز. جملة الشاحنات اللي وجهها بنك الطعام المصري من بداية الأزمة تجاوزت 600 تريلا. التريلات اللي موجودة النهاردة معانا فيها 646 طن مواد غذائية. مش بس التريلات اللي هي بتعدي الجانب الثاني، احنا كبنك الطعام المصري عاملين مطبخ مركزي في العريش. المطبخ المركزي بيقدم 2500 وجبة غذائية سخنة يوميا للإخوة سواء المرافقين أو العالقين في مستشفيات بير العاب، مستشفى العريش، الشيخ زويد، الاستشفيات، بجانب اللي هي الإسعاف الفلسطيني. جهود دؤوبة تبذلها مصر على مدار الساعة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، سعيا لوقف العدوان وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كاملة وآمنة وبشكل مكثف في جميع مناطق غزة. نتابع المزيد في سياق العرض التالي والزميل محمد أنصاري. مشاهدينا أهلا وسهلا بحضراتكم. منذ بدء الأزمة في قطاع غزة والتي تسببت في توترات كبيرة في المنطقة، دابت مصر على التحذير من توسع الصراع بسبب ما سببته آلة الحرب الإسرائيلية على غزة من مآس إنسانية وانهيار البنية التحتية وآلاف الشهداء والمصابين. وتعددت لقاءات المسؤولين المصريين لمحاولة تخفيف أثر الأزمة على سكان القطاع، كان آخرها لقاء وزير الخارجية سامح شكري مع سيجرت كاخ كبيرة منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، حيث تناول اللقاء متابعة مستجدات جهود المنسقة الأممية لتنفيذ المهام الموكلة إليها بموجب قرار مجلس الأمن 2720 لتسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وما يتصل بذلك من مساعٍ جارية مع الأطراف المختلفة للدفع بتدشين الآلية الأممية في أقرب وقت. وخلال لقائه المسؤولة الأممية
جدد شكري التأكيد على المسؤولية القانونية والإنسانية للأطراف الدولية لضمان تنفيذ بنود قرار مجلس الأمن وجميع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة بالأوضاع في قطاع غزة، مشددا على حتمية التعامل الجدي والعاجل مع الأزمة الإنسانية الطاحنة في القطاع من خلال إقرار الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، فضلا عن إنفاذ المساعدات بصورة كاملة وآمنة وبشكل مكثف في جميع مناطق غزة، وإزالة العقبات التي تضعها إسرائيل في هذا الشأن، وفتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع لزيادة تدفق المساعدات. من جانبها أكدت المنسقة الأممية حرصها على مواصلة التنسيق والتشاور مع الجانب المصري لتنفيذ مهامها، مثمنة الدور المحوري الذي تطلع به مصر للحد من الأزمة في غزة واحتواء تداعياتها الإنسانية والتعاون القائم بين الهلال الأحمر المصري ومنظمات المجتمع المدني المصرية ووكالات الإغاثة الأممية لتقديم وإيصال المساعدات لقطاع غزة. ودأبت مصر منذ بدء الأزمة في القطاع إلى زيادة المساعدات للمدنيين في غزة بشتى الطرق، حيث تنفذ القوات الجوية المصرية بشكل شبه يومي الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية، والتي شملت عشرات الأطنان من المواد الغذائية والطبية في ظل الأزمة غير المسبوقة التي يعاني منها السكان جراء استمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة. يأتي ذلك تزامنا مع الجهود والمساعي المصرية للوصول إلى التهدئة ووقف إطلاق النار وتأمين تدفق المساعدات عبر منفذ رفح البري والتعاون والتنسيق مع كافة القوى الإقليمية والدولية لإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كافية ومستدامة للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيون بقطاع غزة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية. وبين تصاعد التوترات في المنطقة ومطالبات التهدئة، تقف منطقة الشرق الأوسط على فوهة من البركان القابل للانفجار في أي لحظة إذا لم يتم السماع إلى صوت العقل لتجنب حرب إقليمية واسعة ستكون وبالا على العالم بأسره. شكرا لكم على حسن المتابعة. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، يكثف منفذ رفح البري عمله لتسهيل دخول المساعدات للأشقاء في قطاع غزة ولعبور المصابين والعالقين. أفاد مراسلنا بأنه تم إدخال 186 شاحنة من المساعدات إلى قطاع غزة من معبري رفح وكرم أبو سالم خلال اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى إدخال 20 شاحنة عبر منفذ رفح، وتم إدخال 166 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم. كما تم إدخال 4 شاحنات من الغاز إلى القطاع عبر منفذ رفح أيضا، واستقبل معبر رفح 12 مصابا فلسطينيا و18 مرافقا لهم.
ولمتابعة أكثر تفصيلا ينضم إلينا مباشرة من معبر رفح البري زميلنا إبراهيم عزة. إبراهيم تحياتي وأهلا بك في نشرة الثالثة. ويعني الأرقام اللي ذكرتها عن شحنات المساعدات التي دخلت من الجانب المصري إلى الفلسطيني، يعني هل هناك أي جديد فيها إبراهيم؟ شكرا جزيلا لك رغدة. ما بين الساعة والأخرى هناك ازدياد في أعداد الشاحنات التي تتمكن من دخول الأراضي الفلسطينية عبر معبري رفح وكرم أبو سالم. آخر الأرقام التي حصلنا عليها هنا في رفح نحن نتحدث عن 244 شاحنة من إجمالي أعداد الشاحنات، إن كنا نتحدث عن الشاحنات الإغاثية والشاحنات التي تحمل المواد الغذائية وأيضا المواد الطبية. ولعلنا نتابع مشاهدين الكرام في هذه اللقطات التي تعرض أمام حضراتكم. هذه هي القافلة التي أرسلها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهذه ليست هي المرة الأولى بالطبع الذي يساهم خلالها التحالف في رفع المعاناة على الشعب الفلسطيني، ولكن هناك 6 قوافل إغاثية تم تسييرها خلال الفترات الماضية. بالأمس كانت أحدث هذه القوافل، نتحدث عن القافلة 6 تحديدا، المرحلة الأولى منها والتي وصلت بالفعل وبدأت في الدخول للأراضي الفلسطينية عبر معبر كرم أبو سالم، والمرحلة الثانية التي تحركت فجر هذا اليوم من القاهرة وفي طريقها في هذه اللحظات إلى العريش إذانا لإدخالها للأهالي في قطاع غزة. الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية أكد أيضا، والذي تمت اليوم بالتأكيد هذه المقابلة، أكد في هذه المقابلة على رؤية مصر بضرورة وقف تام لإطلاق النار وأيضا على إنفاذ هذه المساعدات المتكدسة أمام معبر رفح. وبالتأكيد هذه هي الأهداف التي تسعى إليها مصر طوال الفترات الماضية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي لأكثر من 6 أشهر. مصر تنادي مرارا وتكرارا ضرورة إنفاذ وإدخال هذه المساعدات والشاحنات المتكدسة، وما زالت متكدسة أمام معبر رفح، ولكن بعض الشاحنات التي تتعرض إلى عرقلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تحديدا فيما يخص معبر كرم أبو سالم، لأن هذه الشاحنات التي تسلك هذا الطريق بتتعرض إلى عمليات الفحص والتدقيق من قبل قوات الاحتلال. أيضا إلى جانب كل هذه الخدمات، نتحدث زميلتي رغدة عن استقبال الجرحى الفلسطينيين الذين وصلوا بالفعل منذ اندلاع الحرب، وما زالوا معبر رفح البرية يقدم أيضا خدماته فيما يخص استقبال الجرحى الفلسطينيين، وبدوره الإسعاف المصري يقوم بنقل هؤلاء إلى المستشفيات المصرية طبقا لعدد من المستشفيات يتم تحديدها سلفا لتلقي العلاج اللازم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن بمد يد العون إلى الأشقاء الفلسطينيين. اليوم أيضا وصل عبر معبر رفح 25 مصاب، بالإضافة يرافقهم 35 مرافقا مع المصابين، وكل هؤلاء يقدم لهم كافة الخدمات التي يحتاجونها بداية من وصولهم هنا في معبر رفح حتى وصولهم إلى يعني المستشفيات التي يتم تحديدها من قبل وزارة الصحة. بصورة عامة الأرقام دائما في ازدياد، الشاحنات ما زالت متكدسة بالفعل، ولكن هناك طفرة حققتها مصر خلال هذه الفترة بدخول عدد كبير، إن كنا نتحدث على أن مصر تستهدف 300 شاحنة بشكل يومي مساعدات، إلى جانب عدد من الشاحنات التي تحمل الغاز والسولار ليتمكن أهالي القطاع في استئناف الحياة ولو بجزء بسيط فيما يخص المنشآت الصحية. كما تعلمي القطاع الصحي الفلسطيني بيعاني تدهورا كبيرا في الأوضاع، وأيضا هذه شاحنات الوقود تقدمها مصر بشكل يومي وتدخل عبر معبر رفح البرية دون أن تخضع إلى عملية الفحص والتدقيق للمساعدة في عمليات الطهي وأيضا المخابز، استئناف عمل المخابز وما إلى ذلك. اليوم أيضا مصر قدمت هذه الشاحنات
شاحنات، نحو أربع شاحنات دخلوا عن طريق معبر رفح، بالإضافة إلى استقبال الجرحى، فضلا عن استقبال أيضا ومرور وإنفاذ عدد كبير مئات من الشاحنات الإغاثية التي انطلقت صباح هذا اليوم. وعلى ما يبدو أن هذه الأرقام معرضة للازدياد خلال الساعات القليلة المقبلة. إليك رغدة. نعم، ربما جديد الأرقام الخاصة بالشاحنات وتفاصيل أكثر نتابعها معك إبراهيم كالمعتاد في خدمة إخبارية جديدة. على كل الأحوال شكرا جزيلا على وجودك معنا الزميل إبراهيم عزت مراسل إكسترا نيوز من معبر رفح، شكرا لك. استشهد 8 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مركبات بحي التفاح وسط مدينة غزة. كان استشهد في وقت سابق اليوم 3 مواطنين وجرح العشرات في قصف إسرائيلي متواصل شمال مخيم النصيرات وسط القطاع. كما قصفت طائرات إسرائيلية مسيرة نازحين قرب النصيرات، بينما نسفت بمتفجرات عددا من المنازل السكنية شمال المخيم. في غضون ذلك واصلت قوات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي إجبار كل العائلات المتواجدة في بيت حانون على النزوح منها، كما تم اعتقال عدد من الشبان. إلى ذلك، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 46 شهيدا و110 مصابين خلال 24 ساعة الماضية. أشار بيان لوزارة الصحة الفلسطينية أيضا إلى أن عددا من الضحايا ما زال تحت الركام وفي طرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول لهم. كما أكد أن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 33,843 شهيدا و76,575 مصابا منذ 7 من أكتوبر الماضي. بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور بعث بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر رئيس مالطا ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مواصلة إسرائيل هجومها الوحشي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين وشن حربها غير المسبوقة في قطاع غزة. هذا ودعا منصور في رسائله إلى اتخاذ تدابير ملموسة لمحاسبة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على جرائمها وممارسة الضغط لفرض امتثالها للقانون الدولي. كما دعا مجلس الأمن إلى التحرك العاجل لضمان وقف فوري لإطلاق النار في غزة وضمان التدفق الفوري دون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى جميع المدنيين في جميع أنحاء غزة، بالإضافة إلى وقف التطهير العرقي للفلسطينيين ووقف استعمار وضم الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى وقف تدمير إسرائيل لحل الدولتين. أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تقرير لها أن الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة أودت منذ 7 من أكتوبر الماضي بحياة أكثر من 10,000 امرأة، من بينهن نحو 6,000 من الأمهات اللاتي تركن
حوالي 19,000 طفل يتيم. أشارت الهيئة الأممية أيضا إلى أن الفلسطينيات الناجيات من القصف الإسرائيلي ومن العمليات العسكرية البرية تعرضن للتشريد وللترمل، فيما تواجه أكثر من مليون امرأة وفتاة في غزة جوعا كارثيا، مع انعدام إمكانية وصولهن للغذاء والمياه الصالحة للشرب والمراحيض الصالحة للاستخدام أو المياه الجارية، مما يعرضهن لمخاطر تهدد الحياة. هذا فيما أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكاف ومستدام لجميع أنحاء القطاع. كما حذر الصفدي من تبعات أي تصعيد إسرائيلي جديد في المنطقة. اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة اتهمت إسرائيل بعرقلة جهودها لجمع الأدلة حول أحداث 7 أكتوبر الماضي الذي تتهم تل أبيب بالفصائل الفلسطينية بارتكابه. واللجنة المعنية بالتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والمؤلفة من 3 أعضاء أشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية أيضا لم تتعاون معها بل عرقلتها. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، وطلب مكتب حقوق الإنسان التابع لها طلب قوات الاحتلال بأن توقف فورا مشاركتها النشطة ودعمها لهجمات المستوطنين على الفلسطينيين هناك. هذا وأشارت المنظمة الأممية إلى أن الاحتلال يواصل فرض قيود غير قانونية على دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها داخل القطاع. كشفت مذكرة مسربة أن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أصدرت تعليمات للصحفيين الذين يغطون الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بتقييد استخدام مصطلحي الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وتجنب استخدام عبارة الأراضي المحتلة عند وصف الأراضي الفلسطينية. وتطلب المذكرة من المراسلين عدم استخدام كلمة فلسطين إلا في حالات نادرة جدا، والابتعاد عن مصطلح مخيمات اللاجئين لوصف مناطق غزة التي استوطنها الفلسطينيون النازحون تاريخيا والذين طردوا من أجزاء أخرى من فلسطين خلال الحروب الإسرائيلية العربية السابقة. وبينما يتم تقديم الوثيقة كمخطط عام للحفاظ على المبادئ الصحفية الموضوعية في تغطية حرب غزة، قال العديد من العاملين في التايمز إن بعض المحتويات فيها تظهر دليلا على التزام الصحيفة بالروايات الإسرائيلية. وإلى الشأن المحلي، حيث أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحقق مستهدفات التنمية عبر تعزيز معدلات التشغيل ونشر ثقافة ريادة الأعمال وإيجاد فرص عمل جديدة بأنماط مبتكرة. وخلال عقده اجتماعا لمتابعة جهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والخطط المستقبلية، تمت الإشارة إلى أن الجهاز تمكن من توفير 319,100 فرصة عمل وتسهيل وتقديم الخدمات إلى 173,000 مشروع صغير ومتناهي الصغر، فضلا عن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بإجمالي 6,347,000,000 جنيه. إلى ذلك، ارتفعت صادرات مصر السلعية بنسبة 5.3%
خلال الربع الأول من العام الجاري لتسجل 9,612,000,000 دولار. احتلت مواد البناء المرتبة الأولى ضمن أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات السلعية بقيمة 1,958,000,000 دولار، وتليها الصناعات الغذائية بقيمة 1,546,000,000 دولار، وأيضا المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 1,445,000,000 دولار. وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي وجه مديري مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات بتنظيم وتنفيذ مراجعات نهائية مجانية مجمعة لطلاب وطالبات الصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي عقب الانتهاء من تدريس المناهج وفق الخريطة الزمنية الدراسية بنهاية شهر أبريل الجاري، على أن يتم تنفيذ تلك المراجعات خلال اليوم الدراسي. كما وجه بتشكيل فرق من المعلمين المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة للقيام بتدريس تلك المراجعات للصفين المشار إليهما بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتعليم العام وتحديد المقار التي تصلح للمراجعات من حيث القدرة الاستيعابية والملائمة الجغرافية وتهيئتها بالتجهيزات المطلوبة، وذلك بحد أقصى 3 مقار في كل إدارة تعليمية. يأتي ذلك في ضوء جهود الوزارة لدعم وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي وتقديم خدمات تعليمية وتدريبية متميزة للطلاب والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية. لتفاصيل أوفى ينضم إلينا عبر الهاتف شادي زلط المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. برحب بحضرتك معنا أستاذ شادي، وتفاصيل أوفى لديك، تفضل. أهلا وسهلا بحضرتك. والحقيقة إن طبعا وزارة التربية والتعليم يعني بالأمس أصدر الدكتور رضا حجازي وجه بإصدار كتاب دوري خاص بتوجيه المديريات التعليمية لعقد مراجعات نهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة بهدف تقديم خدمات تعليمية وتدريبية متميزة للطلاب، وفي نفس الوقت تحقيق مسؤولية الوزارة الأصيلة في التمكين العادل للطلاب من تحقيق نواتج التعلم، وأيضا يمكن من أحد الأهداف التخفيف عن جهل الأسر المصرية. وخليني أكد لحضرتك أن يمكن هذه الخطوة بتأتي كمبادرة خارج الصندوق لوزارة التربية والتعليم، يعني يمكن في إطار جهود كبيرة بتبذل من جانب الوزارة لتحقيق أقصى مدى استفادة للطلاب بتحقيق نواتج التعلم خلال العام الدراسي. وطبعا في العديد من التفاصيل المتعلقة بالخطوات والإجراءات الخاصة بتنظيم المراجعات النهائية، ويمكن أبرزها هي تحديد 3 مقار متعلقة بتنظيم هذه المراجعات النهائية داخل كل إدارة تعليمية. ويمكن احنا اكدنا على داخل كل إدارة تعليمية بهدف ان هي تكون قريبة من الطلاب وتستوعب عدد الطلاب اللي هيكونوا حاضرين داخل كل إدارة او مدارس كل إدارة تعليمية. النقطة الثانية وهي المتعلقة بتشكيل فرق من المعلمين المتميزين والمشهور لهم بالكفاءة في كل مادة دراسية، والهدف منها بان هؤلاء المعلمين يقوموا بهذه المراجعات
بشكل احترافي وبشكل يجذب الطلاب للحضور لهذه المقار التعليمية سواء داخل المدارس أو حتى خارجها وفقا لتحديد هذه المقار. ويمكن بالتوازي أيضا في تجهيز كامل لوجستي لهذه المقار بيتم حاليا من خلال المديريات التعليمية وتحت إشراف كامل من الوزارة، وهيكون أيضا في متابعة كاملة من الوزارة على مدار الأيام الخاصة بالمراجعات النهائية. ويمكن عايزين نأكد على نقطة أنها تبدأ في او هتنطلق بعد الانتهاء من المناهج الدراسيه بنهايه الخريطه الزمنيه للعام الدراسي نهايه شهر ابريل الجاري. والنقطه الاخيره والمهمه ايضا وهي متعلقه بان هيكون من ضمن المراجعات النهائيه وضع نماذج امتحانات تدريبيه للطلاب علشان يقدروا يعني يشوفوا الشكل النهائي للامتحانات هتبقى ازاي ويقدروا يحصلوا بشكل جيد ويتعرفوا ايضا على التدريبات الخاصه بالامتحانات نهايه العام. أشكرك شكرا جزيلا على هذا الكم من الإيضاح والتوضيح الأستاذ شادي زلط المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. وفي نفس السياق مشاهدينا، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها أولت اهتماما كبيرا بمحاربة مخاطر شبكة الإنترنت والمحتويات الضارة التي تقدم للشباب والأطفال في المجتمع المصري، مشيرا إلى أن هذا يأتي في إطار ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة من تبني مفهوم الحرب التنويرية والتوعية الشاملة للحفاظ على الهوية الوطنية والثوابت والأخلاقيات والقيم الدينية المستنيرة للمجتمع المصري. وأشارت الوزارة إلى أنها في إطار الجهود لتوعية طلاب الجامعات بخطورة المحتويات الضارة لشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، قامت بإعداد محتوى علمي بعنوان التربية الإعلامية الرقمية وتضمينه في المقرر العلمي قضايا المجتمع والذي يدرس بالجامعات المصرية، هذا إلى جانب تنظيم ندوات وورش عمل لتوعية طلاب الجامعات بمواجهة الشائعات. أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تنفيذ 385 ألف مشروع متناهي الصغر حتى عام 2023 بتمويل يصل إلى مليار جنيه، يقع نحو 70% منها في محافظة الصعيد. كما أشار تقرير عن برنامج الحد من الفقر والذي تنفذه المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي ويستهدف محافظات الصعيد بالتنمية، أشار إلى أنه قدم منذ انطلاقه وحتى عام 2023 قروضا دوارة بقيمة تزيد على 1,174,000 جنيه لاستخدامها كقروض دوارة. أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن إتمام أولى مراحل التقدم للالتحاق بالدفعة الخامسة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بغلق باب التسجيل الإلكتروني على الموقع الرسمي للأكاديمية. وفي بيان لها أشارت الأكاديمية لأن المراحل المتبقية من التقدم للالتحاق بالدفعة الخامسة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة تشمل الاختيار من بين المتقدمين أو ما يعرف بالفلترة، ثم الاختبارات واستلام الأوراق، وبعد ذلك إجراء المقابلات الشخصية. أطلقت مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قوافل شفاء الخير بالتعاون كل من بنك الشفاء المصري وبيت الخير مصر في قرية ميمون بمركز الوسطي بمحافظة بني سويف. وتشمل قوافل العيادات المتنقلة تخصصات أطفال باطنة رمد أنف وأذن وحنجرة جلدية وعظام. هذا ويتم صرف العلاج وتحويل حالات الفحوصات والأشعات والعمليات إلى أقرب مستشفى متعاقد معها بنك الشفاء. كما تستمر فعالية القوافل حتى غد الأربعاء وتهدف لخدمة المرضى غير القادرين في المناطق التي يصعب وصول الخدمة الصحية إليها.
موجودين في قريه الميمون مركز الواسطه محافظه بني سويف، موجودين معانا عيادات متنقله علشان نخدم اهلنا هنا في القريه. القريه طبعا من اكبر القرى اللي موجوده على مستوى المحافظه، بتعاني من نقص في الخدمات الصحيه. احنا موجودين النهارده معانا 6 عيادات، رمد وبطنه وجلديه وعظام وانف واذن وحنجره واطفال. بنقدم خدمه الكشف والعلاج والنضارات والعمليات، كل حاجه بتتعمل مجانا هنا. النهارده احنا موجودين عشان نشوف الناس اللي محتاجه نكشف عليهم، واللي محتاج علاج يبدا ياخد العلاج بتاعه، اللي محتاج عمليات بنبدا نحوله لاقرب مستشفى متعاقد معها بنك الشفاء، اللي محتاج علاج معانا صيدليه طبعا كامله فيها كل العلاج المتاح للحالات. بيبقى في بقى مخرجات زي عمليات زي تحاليل زي اشعاعات، بنبدا يبقى معانا الداتا بتاعت الحالات دي ونبدا نتواصل معاهم في اقرب فرصه ونحولهم لاقرب مستشفى في بني سويف. بنسجل بياناته طبعا بالرقم القومي، وبعد كده ان شاء الله بيخش في بعد خانه التسجيل بيخش على العيادات. في ربنا يخلي المتطوعين اللي تبع بنك الشفاء المصري بينظموا دخول الناس للعيادات. بنستقبل المريض ان شاء الله في سريه تامه، الحمد لله في يعني الخصوصيه محافظ عليها في العيادات. بنكشف على المريض وان شاء الله بنكتب له العلاج وبنصرفه له كمان بالمجان. القافله الطبيه هنا ناس كلها محترمه وكلهم يعني كفء بالناس المرضى، صوره البطاقه وعطوني الوصل ودخلت للدكتور شاف الاشعاعات وكتب والتشخيص وكتب لي العلاج وصرفته من الصيدليه. ما فيش اي مجهود ولا اي تعب بصراحه والله. في نظام وفي شغل وفي ناس الله يبارك لها يا رب ملتزمين جدا ومرتبين امورهم، في كل الاقسام موجوده لاطفال ناس كبيره. الحمد لله لقينا خدمه طبيه متميزه ومجانا واعلى خدمه طبيه الحمد لله، وكشفنا حتى العلاج مجان وبطريقه محترمه وراقيه جدا يعني. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن إيران سترد على أي تحرك يستهدف مصالحها. ونقلت وكالة أنباء الطلب الإيرانية عن رئيسي قوله إن أصغر عمل ضد المصالح الإيرانية سيقابل برد قاس وواسع نطاق ومؤلم ضد أي مرتكب له، وذلك بعد يوم من إعلان إسرائيل أنها سترد على الهجوم الذي شنته طهران بطائرات مسيرة وصواريخ عليها مطلع الأسبوع. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي أن حكومة الحرب تعتزم عقد اجتماع اليوم لبحث الرد على الهجوم الإيراني، وأشارت رويترز إلى أنه ستكون هذه المرة الثالثة التي تجتمع فيها المجموعة المعنية باتخاذ القرارات في إسرائيل منذ أن أطلقت إيران أكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة عليها مساء السبت. إلى ذلك، نقل موقع اكسكيوس الإخباري عن نسخة من تعليقات لوزيرة الخزانة الأمريكية جانت يلن أن الوزارة تستعد لفرض عقوبات جديدة على إيران ردا على هجومها على إسرائيل. أورد تقرير اكسكيوس أن الخزانة الأمريكية تعمل مع حلفاء الولايات المتحدة من أجل فرض عقوبات لمواصلة تعطيل نشاط إيران الذي وصفته بأنه المزعزع لاستقرار الشرق الأوسط. قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قالت إن بلادها تسعى لتجديد عقوبات الاتحاد الأوروبي المرتبطة بالمسيرات الإيرانية. كما قالت بيربوك التي كانت تتحدث في مؤتمر صحفي إلى جانب نظيرها الأردني أيمن الصفدي إن المهم بالنسبة لبرلين في هذه الأوقات العمل للمساهمة في وقف التصعيد في المنطقة بأكملها، مشيرة إلى أن عددا من الفاعلين على المستوى الأوروبي قالوا إنهم سيعيدون النظر في نظام العقوبات الممتد ضد إيران.
وإلى الرياضة مشاهدينا، حيث فاز فريق الزمالك على نظيره الأهلي بهدفين مقابل هدف في قمة لقاءات الدوري الممتاز. لاعب تونسي سيف الجزيري سجل هدف الزمالك في نهاية الشوط الأول، بينما تعادل للأهلي اللاعب أحمد عبد القادر في الدقيقة 73، وفي الدقيقة 86 سجل سيف الجزيري هدف الفوز للزمالك. بهدفين لهدف انتهت قمة كرة القدم المصرية بين الأهلي والزمالك بفوز الأبيض باللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من الدوري الممتاز. تقدم الزمالك أولا عن طريق سيف الدين الجزيري في الدقيقة 45 من الشوط الأول، ثم أدرك أحمد عبد القادر التعادل وسجل هدفا للأهلي بالدقيقة 73، ثم عاد الجزيري وتقدم للزمالك مرة أخرى في الدقيقة 87 من عمر اللقاء بعد خطأ دفاعي في تشتيت الكرة من دفاع الأهلي. وبهذا الفوز قفز الزمالك للمركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز ب 21 نقطة، ليتساوى مع الأهلي في عدد النقاط، بينما يأتي الأحمر بالمركز التاسع لتفوقه في فارق الأهداف. ويعد هذا الفوز الأول للزمالك أمام الأهلي منذ عام 2022 بعد 4 هزائم على التوالي ضد الأحمر منذ قدوم مارسيل كولر الذي خسر للمرة الأولى أمام الأبيض. وعقب انتهاء مباراة القمة يتحول فريقا الأهلي والزمالك إلى المنافسات الإفريقية، حيث يستعد الزمالك للقاء جريمز الغاني الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، فيما يستعد الأهلي للقاء مازيمبا الكونغولي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة المقررة السبت المقبل. هذا وفاز بيراميدز على المقاولون العرب بثنائية نظيفة ضمن مؤجلات الجولة العاشرة باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر. وبهذه النتيجة تصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة بعدما خاض 15 مباراة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز 17 في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة. وتم إيقاد شعلة دورة الألعاب الأولمبية بباريس لعام 2024 في أولمبيا القديمة باليونان. قامت الممثلة اليونانية ماري مينا بإيقاد الشعلة في احتفال تقليدي إذانا ببدء مسارها في اليونان وفرنسا، وستصل الشعلة الأولمبية إلى مرسيليا في 8 مايو المقبل. من المتوقع أيضا أن يحضر ما يصل إلى 150 ألف شخص الحفل في الميناء القديم بالمدينة الجنوبية على البحر المتوسط قبل بدء المرحلة الفرنسية من مسيرة الشعلة. ختام الثالثة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها كالمعتاد مشاهدينا. تشديد مصري روسي على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يطلق قافلة مساعدات جديدة لغزة تتضمن أكثر من 2400 طن من المواد الإغاثية. والأمم المتحدة تعبر عن قلقها لتصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة وتطالب الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن دعم هجمات المستوطنين. ختاما مشاهدينا، لمزيد من الأخبار يمكنكم دوما تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكي آر كود الظاهر أمام حضراتكم على شاشة. نشكر لكم طيب المتابعة. تقبلوا تحيات رغدة بكر وسمر الزهيري. إلى اللقاء.